حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. مشاهدينا الكرام، ضيف هذه الحلقة هو شاعر من شاعر، إنه الشاعر العراقي الأستاذ عقيل الساعدي المقيم في النرويج. أهلا وسهلا بكم أستاذ عقيل، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، مرحبا بك. مرحبا بك الأخ العزيز، الله يحفظك، شكرا لكم، حياكم الله وبياكم جميعا. الله يحفظك، سعداء باستضافتك من خلال قناة الرافدين ومنبر بيت القصيد. في البداية أستاذ عقيل، سيرة ذاتية قصيرة بما تحب للجمهور العربي عموما والعراقي بشكل خاص أن يعرفه عن عقيل الساعدي، تفضل. محبتي لهذا الجمهور الرائع ولجمهور الرافدين، أنا في الحقيقة يعني عراقي المولد والوالدين أيضا من نفس العراقيين أيضا. درست الثانوية العامة في مصر، سافرت العراق، درست الثانوية العامة في مصر، وبعدها انتقلت إلى الجزائر، درست الجامعة، عشت في الجزائر 5 سنوات، ثم انتقلت إلى النرويج، أعيش في النرويج منذ 31 عاما. نعم، فتقريبا الغربة أكثر من الوطن يعني، ولكن هموم الوطن تعانقنا، وأنت تعرف ذلك جيدا. هموم الوطن تعانقنا وتلاحقنا أيضا أستاذ عقيل. مفتتح شعري لهذه الحلقة، قدمها شعرا بما تحب، تفضل. نريد أن نسمع شيئا. أحب أن أبدأ نبدأ بقصيدة قد تكون طويلة، لكن لا بأس، كلنا نرجو أن يتحملنا. لا نزال بأذان وأذهان متفتحة كون الحلقة في بدايتها بعد، تفضل أستاذ عقيل. أبدأ بقصيدة يا عاشق القدس. جميل، تفضل. اليوم أتلو على أسماعكم عجبا، يحير الدمع فيها الشعر والأدب، إني أرى في منامي ما يفزعني، على الرؤوس طيور تأكل العنب، ونادل القوم يسقي العلج خمرته، كأنه نسي التأويل وانسحب، وراح يرقص بالسلطان مضطربا، وقد رأى الحق في عين الرؤى لعبا، وقد رأيت من الأبقار أسبنها، أمست لرهط ذئاب مفزع نهب، جلودها سلخت في سيف من صمت، وقائد الرهط من قان الدماء شربا، فقد رأيت دموعا في الثرى سفكت، تبكي وريثا يعيش العمر مختربا. فقد رأيت دموعا، يحيى غريبا، أعد، فقد رأيت دموعا، وقد رأيت دموعا في الثرى سكبت، تبكي وريثا يعيش العمر مغتربا، يحيى غريبا وسهم الموت يتبعه، يسعى لرب السماء يدعوه مرتقبا، يهز نخل بلاد العرب ملتمسا، لكنه ما جنى إن هزه رطبا. يا الله، لم يستع العيش والأفعى تهم به، ففر كالطير في الظلماء محتسبا، يممت وجهي شطر القدس منتحبا، والدمع سح على الخدين منسكبا، هناك كل عيون الناس شاخصة، كأن عيسى على أبوابها صلبا، بالفور يمنح أرضا ليس يملكها، والعهد في مسند التاريخ قد كتب، ما كان يعقوب يرضى سوء فعلتهم، بالزيف صار اسم إسرائيل مكتسبا، سفينة في دماء الناس ماخرة، وما وجدنا لها حدا ولا سببا، قرصانها ذبح القربان في علن، وصب من دمه في كأسه نخبا. قرصانها، مذحين، أعد، قرصانها ذبح القربان في علن، وصب من دمه في كأسه نخبا، مذحينها، وأمور القدس في يده، والعرب تبدي له من خوفها عتبا، من جهلها عتبا، أليس في الذكر آيات
مفصلة عن العدو وذو لب من اجتنبا. هل ينكر الشمس إنسان إذا خسفت؟ أم ينكر البدر لو في المزنة احتجبا؟ أم ننكر القتل والتهجير في علن؟ سألت من حيرة الأفلاك والشهب سألت من حيرة الأفلاك والسحب. الناس سكرى كعباد العجول فقد ظنوا كلام إمام خادع عجبا. بزخرف القول أغراهم بقبضته ليهجر الوحي والتنزيل والكتب ويطلق الحزن مكسيا بدمعته. بعض النوائح تبكي ميتا كذبا. الله. فكم ضرار بنى بالسحت مسجده من عمق سجدته نحو الملوك صبا. يبيع دينا به للقاسطين رضا ارسل عليه إله الذل والوصبا. الديك بدل صوت الفجر ممتعظا لن تعبد الله والإنسان قد غصبا. إن الملوك لمجنون الهوى انبطحوا من بعد بيعتهم أمسى بهم جنبا. لن يجمع اللبن المسكوب ثانية من بعد ما سح فوق الأرض وانسكب. الله. باعوا الجنان بملك لا جنود له والملك يصبو لمن يوم الوغى غلب. داء الخيانة ميراث لمن حكموا سيوفهم قلبت يوم الوغى قصبا. أمسوا عبيدا وتاج العرش غايتهم والتاج لو عقلوا لا يلبسوا الذنب. ودار عبلة لم تفخر بفارسها قد أصبحت لشتات الأرض مستلبا. 70 عاما بلا فجر ولا قمر والليل بات من الآلام مكتئبا. والنار تأكل في أوطاننا تبعا لاحت لمن عقلوا عبر المدى شهبا. لاحت لمن عقلوا عبر المدى لهبا. وكلما اقتربت من وارف عبق ردت سنابله في لحظة حطبا. والناس تسأل عن أسباب محنتنا وما عرفنا لها معنى ولا سبب. يميد ظهري من مكنون قافيتي مال اضطرارا من الأحمال وانحدب. لكنه وجميل الصبر أحزمتي يسير في الدرب محنيا. ومن قلب يا سائلي عن ظلام عما ليلتنا قبل الغروب. هلال العيد قد غرب سنستهل غدا من فوق تلتنا. لم نبدي يوما لهم بأسا ولا تعبا. سبعون عاما وأهل الحق ما وهنوا. 70 عاما وأهل الحق ما وهنوا. والطفل صاغ من الأحجار خير نبا. إن الشجاعة في عينيه ملحمة كأنه يحمد الرحمن ما وهبا. لا يبرم الصلح إلا عند مقدرة. ما بات ذئب للحم الشاة مجتنبا. ما شاء الله عليك أستاذ عقيل. أفضفوك ولا عاش شانئوك. ما شاء الله عليك أستاذ عقيل. هل يمكن للقصيدة باعتقادك هل يمكن للقصيدة أن تمسح دمعة من على خد الوطن؟ هل يمكنها ذلك؟ ليتك تعتدل في جلستك. القصيدة تفضل. القصيدة أحيانا هي أنا أعتبرها كالرصاصة إن كانت صادقة وجهت بطريقة معينة. فالشاعر أحيانا يكون مقاتل وأحيانا يكون مواسي. الآمال يجب أن تكون موجودة. فالشاعر الذي يزرع الأمل يساعد في تحرير الأمة أولا من أوهامها وقيودها ويأسها، وثانيا من عدوها.
فأنا أؤمن أن القصيدة إذا كانت صادقة وعن معاناة شعب فممكن أن تكون لسان حال، وممكن أن تكون بمساعدة أدوات أخرى. نعم. طريق في إخراج الأمة. نعم يا أستاذ عقيل، يعني أنت ترى بأن القصيدة يمكن لها أن تمسح دمعة من على خد وطن، يمكن لها ذلك؟ أتمنى ذلك. نتمنى ذلك، ونحن معك نتمنى أيضا. ودولنا في التاريخ كثير من هذه الصور الجميلة. صدقت. قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة نأخذ سؤال آخر أستاذ عقيل، يعني كيف يمكن لحرية الشاعر فيما يقول من أفكار عالية أن تؤسس لمجتمعات حرة لا تقبل فكرة الاستبداد والرضوخ للظالمين؟ طبعا الشاعر إن لم يكن حرا فلا يمكن أن يكون شاعرا. أحسنت. يجب أن يحلق الشاعر، يجب أن لا يضع قيودا، وكلما كان الشاعر محلقا لا يبالي، وأحيانا حتى لا يفكر بعقله بما يقول، بل ينطق بإحساسه بروحه بمشاعره بتراكماته بالتجربة التي عاشها. يعني عندما يتحدث الشاعر دون أن يشعر. نعم. خاصة في قضية فلسطين وقضية العراق، هذه الحروب التي مرت. لكن كيف يؤسس لحرية المجتمعات أستاذ عقيل؟ هذه كلها موجودة في الذاكرة. هذا الشاعر كيف يؤسس لحرية المجتمعات؟ طريقته، أسلوبه. في البداية يجب أن يكون هو حرا، ومن الصعب أن تكون حرا وأنت تسقط أو أنت تضخ تحت الاستبداد. أحسنت. فمشكلة الشعراء في مناطق معينة أنك يجب أن تراعي، أحيانا أنت تراعي هذه المراعاة تجعل الشاعر لا ينطق بالحقيقة. نعم. خوفا أما من العصا أو طمعا في الجزرة. ومشكلة الجزرة الآن أخطر أنا أراها من مشكلة العصا، وخصوصا بالنسبة للشاعر في الفترة الأخيرة. طبعا بعض الأدباء بالجزرة أخطر عليهم من قلق العصا. أحسنت. أنا أرى أن خاصة في عصرنا هذا أن شراء الشاعر هي المشكلة، وطبعا ليس شراء مباشرا وإنما الجزرة. ولا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن هذه قد لا نريد أن تدخل في تفاصيل هذا الموضوع، فهو معروف ومعلوم للمثقفين عموما وللقراء وللجمهور وكذلك للشعراء المعنيين بذلك والذين يحذرون ذلك على صعيد واحد. أحسنت. الآن خذنا إلى قصيدة جديدة أستاذ عقيل، كلنا شوق إلى نص جديد. نأخذ غزل شوية نخفف غزل علينا. تفضل. غصن البان. أما رأيت جمال البان حين حنى؟ ليتك ترفع صوتك قليلا فقط أستاذ عقيل. أما رأيت جمال البان حين حنى وغصن مشمشه نحو الشفاه دنا، وتحضن أمل المفقود نظرته فأصبحت لخيالات النوى وطنا. أحببت عيني أحلاما لها سفري، عشقت مذ حينها الترحال والسفن، بحر بلا ساحل والموج يقذفني، تلك المنافي غدت في غربتي سكنا، طويتها هائما تجدو وأسمعها، فروحها سكنت يا صاحب البدن، حورية من بنات الجن تسكنني، تروي عليلا تعنى شعرها الحسن، تروي عليلا تعنى صوتها الحسن، تشير نحو فؤادي وهي باسمة، هل يعلمون بما يخفي الحبيب هنا؟ الله. لولاك ما مجددا عرفت. تشير نحو فؤادي وهي باسمة،
هل يعلمون بما يخفي الحبيب هنا؟ لولاك ما عرفت روحي التي عشقت معنى لنيل المنى، أو من يكون أنا؟ الناي يشدو وفي أناته وجعي، والروح سكرى وتمسي للغنى أذنا، والعاشق الصب أخفى سر لوعته كصفحة في كتاب العارفين ثنى، فوق الشفاه ترى عمق ابتسامته كأنه لقصور في الجنان بنى. الله. تجدو الزهور فوق الشفاه ترى عمق ابتسامته كأنه لقصور في الجنان بنى، تجد الزهور لحونا في قصائده تبني له من ترانيم الهوى مدنا، يعيش في قلبه نبض الغرام ولن يبدي لمن عذل رغم الجوى وحنا، قد يستقي من رحيق الحلم مرتشفا، وقد يرى عند سيل الدمع طيف سنا. فالحسن يسرق لب العارفين، فالحسن يسرق لب العاشقين، ولن يبدي لكم أبدا من بينهم فطنا، من هام بالعشق لم تدرك عوالمه، فالنوح يمسي بثغر المغرمين غنى، كأنما القلب لا يجدو بلا ألم، والله يجعل من بعض الهوى محنا. يمر عمري سريعا دون ما أمل، لكنه لسويعات اللقاء جنى، قبلتها تحت ضوء الشمس في شغف بجيدها وبخد مائس علنا، العقل وبخ قلبي رغم لوعته، أراك تعبد يا نبض الهوى وثنى، فقلت والدمع فوق الشيب منسكب، مكنت متلفتي من دون أي عنا، تبا لها خطفت نبضا يئن جوا، بكفها حملت للعاشق الكفنا، بعينها رشقت روحي وخافقتي، والذود عن سهمها ما عاد فيه غنى، مجنونها وأنيني لا يفارقني، كفاقد في ليالي الكرب خير ظنا. الله. ذرفت دمعي غزيرا كي أغسلني، والعين جفت وتبدو للورى مزنا، حفرت قبري مفتونا بروعتها، من مات في قربها لن يستطيع فنا، من مات في قربها لن يستطيع فنا. وحقا من يستمع لمثل هذا القصيد الحي لن يستطيع فنا، ولن تفنى هذه المعاني السامية الراقية التي ترتقي بالحس الإنساني وتؤثث لمشاعر دافئة من خلالها يحب الإنسان الإنسان. أستاذ عقيل، بحق كل باحث عن الحياة الكريمة العزة في موطنه الكرامة بين أهله، ماذا تقول بحق هؤلاء بصراحة؟ والله يعني أنا أحاول حتى أتحدث عن العراق، وطبعا الحال في الدول الأخرى ليس أفضل حال في حالة الحديث عن الكرام وعن العز وعن الكلام. قد تكون الفرق الوحيد بين العراق وبعض الدول العربية هي قضية الدماء التي سالت. نعم. أما الكرامة والعزة والأنفة في الحقيقة هي تضيع أمام أحيانا الوسطات والمعارف والشرطة والبوليس وعدم احترام الإنسان، فحقوق الإنسان بطريقة ما تجعل الإنسان يعني مقموع، وقد يؤثر هذا على العائلة وعلى الطفل. أعتقد إن أهم نقطة اللي هي حتى عليها ديننا وثقافتنا. نعم. العريقة هي التعبير، حرية الرأي، حرية الكلام، حرية. نعم. الكلمة. وحتى يعني هذه من بدايات لو تشوف التاريخ
كان مهما يكون الخليفة يرد عليه ويقول له نقومك بأسيافنا وكذا وكذا. ولكن مع الأسف يعني مع تسلط بعض الحكام وبعض والحواشي، نعم، وكأن طريقة الحكم لا تستقيم إلا ب يعني كتم هذه الأصوات للأسف وشراء بعض الأصوات. فأعتقد هذه هي النقطة التي بدأت تتساقط كل أحجار الدمنو من ورائها. فلو لو 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 ارتفع سقف الحرية بداية من الدولة وبعدين في المجتمعات ويصل إلى الأسرة ويتعلم حتى الطفل أن يتحدث بحريته، قد نسبق المجتمعات الأخرى أو نلحق بركب المجتمعات الأخرى في سنوات قريبة. فأنا أعتقد أن الإنسان يجب أن تكون يعني الكرامة والحرية هما أول أو من أولويات المواطن العربي. صحيح. في هذه السنوات. أستاذ عقيل، كيف يمكن للشاعر باعتقادك أن يظل حارسا لمنظومة القيم؟ ما المطلوب توفره حتى يكون قادرا على تحقيق ذلك، حراسة القيم السامية؟ أنا أعتقد يعني هنا هذا الدور هو قد لا يكون دور الشاعر كشاعر، قد يكون دور المثقف عموما. نعم. ويجب هكذا أصبحت أكثر اتساعا الفكرة، لك أن توجز، لا مشكلة. أحسنت، وهذا أنا هذا قصدي، يعني أن يكون أن هذه دور المثقف في المجتمع هو المهم، لأن الشاعر يجب أن يحلق، يعني يجب أن لا يربط نفسه كثيرا. نعم. بهذه الأشياء، فليغني للجمال، فليغني للمحبة، فليغني للعشق، وفليغني للجراح دون أن يكون له هدف. يعني عندما ينعى فلسطين أو ينعى العراق أو يتأذى من وضع معين، ليس بالضرورة هو يقصد شيئا ما. نعم. على الإعلام وعلى المثقفين وعلى الأدوات أن يستخدموا هذه لأغراضهم، أما الشاعر فهو يغرد ولا يراعي حاكما أو محكوما، ولا يراعي حتى يعني حتى الجموع أو القطيع يعني. لكنه من الواجب أن ينحاز إلى البسطاء، إلى أحمال، إلى آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم وأوجاعهم. أنت تتفق معي في ذلك؟ إذا لم ينحاز فهو منافق وهو ليس شاعر. أحسنت. هو الشاعر يجب أن يكون لسان حال أمه، يعني إذا جرأ وراء المادة الموضوع خلاص سقط. أحسنت أستاذ. لن يكون حتى إنسانا، يعني الشاعر يجب أن يكون إنسان يعني قبل كل شيء، ويشعر بآلام المستضعفين ويقف مع المستضعفين. أما إذا جرأ خلف المستكبرين من أجل مال أو شهرة، فبئس المال وبئس الشهرة وبئس الشاعر. أحسنت أستاذ عقيل، كلمة تعمد بماء الذهب. لابد أننا متواصلون معك ومع السادة المشاهدين الكرام، لكن قبل ذلك سنخرج إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين، ومن ثم نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. نجدد الترحاب بكم السادة المشاهدين الكرام في كل من كان ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيفنا من أوسلو معنا عبر الإنترنت الشاعر العراقي المميز حقاً الأستاذ عقيل الساعدي. أهلاً بك أستاذ عقيل، وقبل أن نذهب إلى الشعر، القدس تحضر في نصوصك دائماً من حيث لا تحتسب، حتى وإن لم يكن النص الذي تكتبه عن فلسطين، ما السر في ذلك ربما؟ والله هو في الحقيقة عندما قد يكون في الهجرة لها دخل في ذلك، نعم،
أول هذه الهجرة تجعلك تشعر بألم الشعب الفلسطيني. يعني كل ما طالت الهجرة وكل ما زادت السنوات تشعر أيضا بهذا الألم وتكون أقرب. فقد تكون علاقتي بالفلسطينيين في المهجر لها أثر، هجرتي لها أثر. غير ذلك عندما تنظر إلى العالم العربي من الخارج، لأن أنا عشت في مصر سنوات وعشت في الجزائر سنوات، وترى كيف يتعامل الغرب مع بعضه كأوروبا موحدة كناتو موحد، وترى هذا الشتات في الوطن العربي، قد تطرح أسباب معينة لماذا هذه الفرقة، لماذا؟ وتعرف أن هناك دول تسعى لأمن قوم معين، فتشعر أن المشكلة هي في الأمن القومي للدول المحيطة بالوطن العربي. نعم. وقد تكون القدس هي 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 القضية الحقيقية. صحيح. وهي البوصلة، وهي أيضا تريك مقدار مصداقية المثقف العربي والحاكم العربي تجاه هذه القضية، وأيضا حجم المأساة. وترى أن الحكام حتى إن كان الحاكم سيئا أو جيدا، إذا اقترب من القدس تتكالب عليه الدول العظمى، فتعرف أن هناك سر في بقاء بلداننا، أو هكذا أشعر أنا. فأنا أرى أن قضية القدس هي قضية بغداد، وهي نفسها قضية دمشق، وهي نفسها قضية القاهرة، وهي نفسها قضية ليبيا القذافي. فما يحدث من صراعات ومن كذا قد لا يكون مباشر مرتبط بنظرية ما تسمى نظرية المؤامرة، ولكنه مرتبط مباشرة بالأمن القومي أو ما يسمى الأمن القومي لبعض الدول، ومنها قضية فلسطين. فأنا أرى أن مأساة العراق والحروب وكلها يعني مرتبطة، فلا توجد قضية العراق وقضية فلسطين، فالقضية واحدة هي مأساة الشعوب في المنطقة. لا شك أن قضية فلسطين هي قضية كل الشعوب الحرة، الشعوب الطامحة إلى انتزاع حريتها من بين أشداق الظالمين والمستكبرين المفسدين في الأرض. أستاذ عقيل، وقبل أن نكمل نقاشنا نذهب إلى العراق شعرا معك، إلى قصيدة عراقية هذه المرة، تفضل اقرأ علينا ما تحب. المرة بيتين، خليني أعطيك بيتين لهم علاقة بالذكرتني بالقضية الفلسطينية، وأنا كنت أتحدث عن لا مشكلة، نجعلها افتتاحية للقصيدة العراقية، اقرأ ما تحب، تفضل. أحسن. لك المنبر. جميل. في قصيدة لأبطال العراق أقول: المجد يسمو بريقا في مآقينا، لكل مفخرة صرنا العناوين، نور الثريا ووجه البدر سامرنا، والشمس من خدرها قامت تحيينا، جند العراق أنا واسأل معاقلهم، ملأتها جثثا شحما وغسلينا، ابن العراق وفي البأساء تعرفه لم ينحني في الوغى، واسأل فلسطين. الله. أبو الخليل لنا في الحرب أكنية ظلت تلازمنا فخرا وتعلينا. ظلت تلازمنا فخرا وتعلينا، والفخر ملازم لك ويعلي كل عراقي حر متشبث بالقضية الأم ألا وهي قضية فلسطين، غير متخلي عن قضيته في وطن حر يستحق أن يبنى بسواعد أبناء أهله. إلى القصيدة العراقية الآن أو ما تحب من الشعر، لا بأس، تفضل أستاذ. القصيدة العراقية، نذهب القصيدة العراقية وبعدين عندنا إن شاء الله. جميل، تفضل. على الحبيب المصطفى. تفضل. جميل جدا. طبعا هذه أكيد تعرف قضية أبو الخليل، هذه أطلقها الفلسطينيين على الجيش العراقي، ولا زال العراقيين في العراق يسمون أي عسكري أو أي جندي بأبو الخليل، محبة بحرب 67. تفضل. عشق العراق. طبعا القصيدة طويلة سأحاول أقرأ منها جزء، لن أقرأها كلها، طويلة جدا. تفضل. عشق العراق قصيد قبل تكويني، مذ كان آدم بين الماء والطين. عشق العراق قصيد قبل تكويني، مذ كان آدم بين الماء والطين، خط الإله ربيعا
عند دجلته خريره، صاغ آيات التلاحين أمواجه في كؤوس الراح، أمنية لبلبل صاغ خمر العشق من تين. يا بؤبؤ العين كم أشتاقه أملا، دعوت رب الورى طيفا يلاقيني. أنفاسه انبثقت من زهرة عبقا، كأنها من جنان الخلد تأتيني. أحيا بنظرته والشوق يقتلني، نعم القتيل أنا والحب يحييني. للعشق سر وكل في الهوى كلف، والكون من دونه ما عاد يغريني. جميل. رباه رباه إني ظلمت النفس في سفري، وبت في الغربة الصماء تزريني. فالطير يبني بغصن الريح مسكنه، ما كان يأمن غدرا للثعابين. وقد أتيتك مكسورا لتجبرني، من بعد ما ذبحت كل القرابين. أقضي زماني بأرض لا صديق بها، لا من يسامرني أو من يحاكيني. وقد أتيت وقلبي سابق قدمي، فالمرء دون الهوى يحيا كمجنوني. ما عدت أعرف أين الأهل قد رحلوا، من بعد ما تركوا في البساتيني. يا من يبلغني طيب الوصال بهم، أهدي له شغفي ملء الشرايين. يا دجلة العشق يا نهرا ألوذ به، كيف السبيل وماء الموت يقصيني. إلى أن أقول هذا العراق يناجي عين خالقه، والريح تعصفه مثل الطواحين. أطفاله رددوا القرآن مصطبرا، من حزنهم أكثر ترتيل ياسيني. كصوت أيوب يدعو دون ما كلل، من لي سواك من الآفات ينجيني. أعد هذا البيت، يستغفر الله. أعد هذا البيت، تفضل. أطفاله رددوا القرآن مصطبرا، من حزنهم أكثر ترتيل ياسيني. كصوت أيوب يدعو دون ما كلل، من لي سواك من الآفات ينجيني. يستغفر الله تسبيحا ومقربة، كصرخة قالها في الحوت ذا النون. فداه عيني وعين الله تحرسه، وعينه مثل حضن الأم تأويني. أضحى جريحا أسيرا مثله جمل، بالغدر محتمل طعنا بسكيني. لو كان للكون أفواه لقال أضحى جريحا. أستاذ عقيل، أضحى جريحا. أعد متفضلا جريحا. أعد متفضلا لو سمحت. أضحى حبيبي، أضحى جريحا أسيرا مثله جمل، بالغدر محتمل طعنا بسكيني. لو كان للكون أفواه لقال هنا سر الوجود وسر الكاف والنون. الله جميل. بأجمل الصبر يفني كل ما مكروا، يأبا صياعا لأوهام الملاعين. يبقى كريما أبيا رغم محنته، يردد الحب لا إكراه في الدين. ذا منطق العشق دوما في سنابله، يفوح شعرا وعطرا كالرياحين. يفوح شعرا وعطرا كالرياحين. حقا إنك لا تفوح شعرا وعطرا كالرياحين. أستاذ عقيل ما شاء الله عليك، لا فض فوق، دائما تمتعنا وتبهرنا بقصيدك العذب والشيق جدا، الذي لا يخلو من فكرة الارتباط الوجداني بالعراق. عن الارتباط العراقي الوجداني أستاذ عقيل بالأمة الواحدة، ارتباط العراقي بأمته وبفكرة أننا وطن واحد، كلمنا عن هذه الفكرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، تفضل. العراق يعني أنا قضية الأمة، أنا تعجبني المصطلح الجزائري. مرة أنا عشت في الجزائر، تفضل. وأتاني شاب أمازيغي متحمس للقضية الفلسطينية ويتحدث ويقول إحنا العرب. مفهوم إحنا العرب عند الـ عند الـ عند الـ عند الشاب الأمازيغي وغيره، وحتى خلينا نقول الآشوري في سوريا،
نحن أبناء هذه المنطقة، هذا المجتمع، وهذه القضية موجودة في أيضا في أوروبا يعني لما يتحدثون. ففي الحقيقة يعني القضية نحن العرب لما نتحدث عن العرب وعن العروبة، نحن لا نتحدث بعنصرية لأن ديننا ضد العنصرية، نحن نتحدث عن من اندمج معنا في هذه البوتقة دون أن ننكر عليه العرق أنه من عرق آخر، ولكن كأبناء أمة تعيش مصير مشترك. فهذه الشعوب، شعوب هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط، وإن حتى من وصلت إلى تركيا وباكستان وكل من يقف معنا من الشعوب خلينا نقول المستضعفة، يجب أن تعي الآن هذه المرحلة، ويجب أن تصمد خاصة في هذا القرن حيث المعلومة متوفرة وكل شيء معروف، فلا يبقى غير أن ننشر المعلومة الحقيقية وننشر قليلا من الوعي، فنحن إن شاء الله نسير في ركب الدول المتحضرة إن شاء الله. فأعتقد أن الأمل قريب وقادم، وحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي يجب أن يكون في أول مقدماتنا من يتنازل، يعني كل يوم أكل الثور الأبيض هذه قصة معروفة، فإذا تخلينا عن الثور الأبيض سنؤكل واحدا تلو الآخر. فالقضية قضية مبدأ وكرامة ووعي، يجب أن تعي وتدافع عن حق أي مظلوم، لأنك إذا سكت عن حق مظلوم فغدا ستكون أنت المظلوم. فالقضية الفلسطينية قضية عادلة، وهي أيضا بوصلة وحدتنا، فإذا تخلينا عن فلسطين لن نتوحد ولن تقوم لنا قائمة. أحسنت أستاذ عقيل. إلى القصيدة المحمدية الآن في رحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل. حلق بنا عاليا في هذه، وما حوجنا في هذا في هذه الفتنة أن نتمسك بسيد الخلق الحبيب المصطفى، ونبتعد عن كل صراعات طائفية ومذهبية. صدق لا فضفك. عندما يأمرنا الله بأمر ما ويبدأ بنفسه، فاعلم بأن الأمر عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أطبقت جفني، قيثارة سامرت في عزفها الوتر، قالت أتعشق وجها عنك مستترا، فقلت عشقي بقلبي قبل ناظرتي، وللفؤاد عيون تحسن النظرة. قيثارة داعبت في عزفها الوتر، قالت أتعشق وجها عنك مستترا، فقلت عشقي بقلبي قبل ناظرتي، وللفؤاد عيون تحسن النظرة. فحسنه كربيع زاهر عبق، وعشقه كنسيم في الجنان سرى، ملأت من عطره روحي وخافقتي، ولا يلام عليل في الهوى سحرا. الله. قالت فصفه، أليس الشعر أجنحة تمسي الحروف به إن حلقت سفرا؟ قالت فصفه، أليس الشعر أجنحة تمسي الحروف به إن حلقت سفرا؟ فقلت لو أن بنت الجن تخدمني في نظم قافيتي ما كنت منتصرا، فوصف طه محال أن يفوز به شعر لإنس وجن قل أو كثرا. الله. فوصف طه محال. أعد. فوصف طه محال، فوصف طه محال أن يفوز به شعر لإنس وجن قل أو كثرا. نجم تلألأ في صدر الدجى ألقا، ولن يتيها الذي يقفو له الأثر، مصباح هدي ورب العرش أوقده، سبحانه صاغ من أنواره بشرا، سبحانه بجميل الخلق كمله، وخط في الذكر من أوصافه دررا، وقد دنا وتدلى والحبيب رأى، وما سواه بفيض القرب قد ظفرا، معراجه لغة المعنى تحاربه، وذاك السر عظيم أعجز الشعراء، لو كنت نسرا ومن عالي السماء أرى
هل كان للطير أن يستكشف القمر؟ الله. تاهت حروفي وحارت فيه قافيتي، فاستره عن عيون الشعر قد سترا. قالت فزدني ضياء في محبته، أراه في همسة المشتاق قد حضر. أطبقت جفني وطيف الحسن يسكنه، وعين ذاكرتي لم تبرح الصورا. لقبلة النور شدوي كالفراش سعى، كناسك طاف حول البيت فاعتمرا. رأيت طفلا يخيط الحب أشرعة، ويرقب الريح والأفلاك والمطر، يبني السفينة إنقاذا لمن ظلموا بصبره لضفاف النور قد عبر. وما له من نصير في تغربه سوى كتاب وشيخ يطعم الفقراء. مرت ليال وصمت الغار يؤنسه، ليبزغ الفجر في الطفل الذي كبر. الله. مهاجر وعيون الطير تتبعه، نهر السكينة من أحداقه انحدر. حمامة الغار أمست وهي تحرسه، شعار دين أنار البيد وانتشر. الله من يصطفي للسر حامله، في صمتها حملت للسائل الخبر. كأنها وأنين الوجد يعزفها، مزمار عشق تلا الآيات والسور. ما زال شعري بنبض القلب أغنية، لكنما الحرف عن وصف الهدى قصر. قالت طربت وفاض الكأس من شفتي، كأنما اللحن في أنواره سكر. فقلت طه عطاء كالغياث هما، كجدول في حقول الياسمي نجرى. حديثه النور في صمت المساء سرى، حديثه النور في صمت المساء سرى، وصمته لؤلؤ في النفس قد نثرا. كم كان يصبر عن إيذاء من جحدوا، لكنه عن بكاء الطفل ما صبرا. كم كان يصبر عن إيذاء من جحدوا، لكنه عند صوت الطفل ما صبرا. نرجو الشفاعة من فيض الكريم، فقد أمسى بها الذنب ممحوا وقد غفر. صلي عليه صلاة اللائذين به، فالكون يزهو طروبا كلما ذكر. صلوا عليه صلاة المغرمين به، فذكره يطرد الأحزان والكدر. فذكره يطرد الأحزان والكدر. وأنعم بهذا القصيد الذي يطرد ويذهب الأحزان والكدر. لفض أفوك أستاذ عقيل، ألف أحسنت ما شاء الله عليك. أستاذ عقيل، قبل الختام أسئلة سريعة وإجابات مكثفة وأنت لها. ما ترجوه من الشعر بغية تحقيق غاية وإتمام رسالة، ما الذي يرجوه عقيل الساعدي؟ تفضل. والله قد يكون الـ 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 باختصار واللبيب بالإشارة يفهم، وأن يكون الشاعر إنسانا، أن يكون الشاعر إنسانا حقيقيا بكل ما تعنيه كلمة الإنسانية، بكل ما تعنيه الإنسانية من كلمة. أن تكون إنسانا يعني تقف مع المظلوم ضد الظالم، أن تشعر بآلام الشعوب، وأن تنشر المحبة والعدالة والكرامة. هذا يعني هذه الرسالة يجب أن تكون. هذا واجب كل مثقف وليس واجب الشعراء فحسب. إذا نضيف عليها زراعة الأمل، ويجب أن تكون الأمال كبيرة وعريضة. نعم. بحجم طمعنا في
في كرم الخالق وقدرته بإذن الله. أمنيتك من أجل العراق الذي تحب والوطن العربي بأكمله، اكشف لنا ستار هذه الأمنيات إذا أحببت، تفضل. هذا هو السؤال الأخير. والله الأمنية في العراق، الأمنية الممكن تحقيقها والسهلة، أن يعيش العراقيين بينهم على المحبة، وإذا عاش العراقيين بينهم على المحبة أتوقع وأعتقد أن تتغير ليست وجه العراق وإنما وجه المنطقة بالكامل، لأن من العراق أأمل أنا بهذا الشعب الصابر المجاهد أن يؤسس لقاعدة حقيقية في المنطقة، وأن تكون نهضة حضارية، نفس النهضة التي تحدث عليها مالك بن نبي. هذه أمنيتي، وبالتالي الباقي كله يكون يعني أشياء بسيطة وتفاصيل من السهل تحقيقها. أربع حواضر إن قامت عادت هيبة العرب والإسلام والمسلمين، قالها قائل ذات يوم، وهي حاضرة بغداد وحاضرة دمشق وكذلك القاهرة وصنعاء. شكرا جزيلا أستاذ عقيل على تشريفك لنا في هذه المساحة الطيبة من بيت القصيد، وإن كانت عن بعد، إلا أن مشاعرك الدافئة وصلت، أو أزعم أنها وصلت إلى الكثير من الجمهور، محب الشعر ومحب الكلام الثقافي الذي يسعى إلى بناء جيل وترسيخ رسالة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول في الختام أستاذ عقيل؟ كل الشكر والامتنان لجمهوركم وللقناة الموقرة وشخصكم الكريم، جزيل الشكر والامتنان على هذه الفرصة الطيبة. تحياتي لك ومن خلالك إلى كل الوطن العربي، وخصوصا أهلنا الصابرون والصامدون في فلسطين، وكذلك أهلنا في العراق. شكرا جزيلا لك أستاذ عقيل الساعدي، شكرا حبيبي، الشاعر العراقي المقيم في النرويج. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بإذن الله يتجدد لقاؤنا رفقة شعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.